السلام، مرحبا بكم في قناتي، بيانفوني سو ما شين. ان شاء الله ربي تكونوا كان بخير. كما وعدتكم قلت لكم ان شاء الله قبل رمضان نديروا شويه خبز مع بعضنا باش نديروه نتوما في رمضان. وصفه تخي فاسيل تاع هذا لو بان كومبلي، ان شاء الله ربي تعجبكم. نرجع نقول لكم تنساوش دير لايك دي كومونتير وبارطاجي لا فيديو، اشتركوا اذا ما كنتوش مشتركين. هذا قاع يحمسني ويحفزني. هيا مع الكوزينه باش نديروا الخبز. الو، هاكو كي شفتوا هذاك الخبز تاعنا، دوك نبداو باش نديروه مع بعضنا. هي وصفة سهلة ما فيهاش تعقيدات، باش كي تشوفوه تقولوا ها لازم عجين لا عجين لا والو. خير ان شاء الله، قلت لكم في رمضان ولا حتكونوا تجربوا بزاف الخبز، وان شاء الله انا نديروه لكم قبل رمضان باش تقدروا تجربوه ويعجبكم. الو، نبداو الخبز تاعنا. واش عندي؟ عندي هنا 400 غرام فارينة، 400 غرام فارين. عندي هنا 300 غرام فارينه تاع القمح الكامل، يعني 300 غرام فارين تاع البلي كومبلي، فارين كومبليت تكمل لكم الباكي. هاجي هكذا بها بالنخاله تاعها. سمع، عندي 400 فارينه و 400 فارينه كامله. عندي هنا زوج مغارف سكر، ليكيفالون تاع 14 غرام سكر. سكر 14 غرام سكر. عندي هنا 10 غرام لوفور دو بيير ولا دو بولانجي، 10 غرامات خميره تاع خبز، مغرف كبيره زيدوا لها شويه. عندي بيان سور الملح، هنا عندي 15 غرام، ولا ديروا مغرف كبيره ولا ديروا نتوما على قياسكم. وهنا عندي 500 مليلتر ماء، عندي 500 مليلتر دو. هذه الحكايه تاعنا ماشي فريمون يعني حاجه حتخلعنا. اول حاجه نبدا نحط الفرينه تاعي اللي قلنا 400 400 غرام فارين نورمال. هاي نجيب 300 غرام فارين قمح كامل، فارين كومبليت 300 غرام. نوريكم الباكي، هاي فرينه كامله فيها تا 150 فارين كومبليت تي 150. هاني درنا منها 300 غرام. نجي نحط الماء السكر تاعنا، نحط الخميره، نخلط الزنكراتو مع بعضها هكذا. واش تخلطوش مع بعضها؟ ما انا حنديروا عجانه بالمغرف، سي تري فاسيل. دوك تشوف ما تهبوش برك الحاجه، وكي تشوفوا حاجه بون جو سي، باسكو انا نتلاقى ناس دي فوا في لي زاتوليي ويقولوا لي الناس كي تمدوا في باريزون في اليوتيوب ما تمدوش الوصفات الحقيقيه. انا نقدر نقول لكم انا ما تقدرش تجملي، بتات ناس ما تمدش، ناس تمد بصح ما تقدرش تجملي. بيرسونيلمون تبعوا واش نقول، جيكم حاجه شابه. بسم الله، نجيب الماء قلنا 500 مليلتر 500 مليلتر. انا مانيش حنصبو كامل، شوفوا خليت شويه بس ما على باليش الفرينه تاعكم الاخرى شحال. نجيب نحط الملح ونحرك غير هكذا، ندخل كلش مع بعضها بالمغرف، خلطو غير بالمغرف. انا دي فوا نحب ماذا بيا نخلي لكم هكذا تشوفوا الفيديو، مي كاين اللي يتهيقلو ويقول لك تهضروا بزاف بون فينامون، يقول لك ارضاء الناس غايه لا تدرك. هذه هي، شوفوا هنا مزالت، انا نكمل ساس تبعي هكذا، ندخلها بالمغرف مع بعضها غير هكذا، ماشي حاجه. باسكو دي فوا سا ديبون لا فارينا، كاين دو فارينا فريمون تشرب وكاين فريناتنا ما يشربوش. انا جو با كون فير دو لا بوب على لي مارك، مي الفارينه هذيك الكومبليت راكو عرفتو باكي تاع من، والاخرى اللي ما فين نستعملوها ديما هذا ما كان. شتو انا دركا ندير غير شويه، ما باي نعجن حنلم باسكو بقى لي الملح تحت شويه هذيك، مانيش باش ما نزيدوش الماء. ماذا بيا ما نفوصيوش الواحد تاعنا، شوفوا كيفاش راني ندير، مانيش نعجن، راني ندخل في العجينه مع بعضها باش هذا اللي قاعد ليها يدخل غير هكذا.
نسيت حاجة على بالكم، غادي نقول تخصني حاجة دوك نجيبها قدامكم باش ندخلوها هنا، اللي هي 4 مغارف زيت، 4 كويارة سوب دويل. ممكن نحطهم مع الماء. بسم الله، واحدة، زوج، ثلاثة، أربعة. نعاود اللي معنا مع الماء مع كلش، ديزولي نسيتها. نعاود نلم برك عجينتي باش ندخل فيها هذاك الزيت، غير هكذا ماني حنعجن ما والو. كتشوفوا راني ندخل فيه بعضها، ها نرفد التحتاني نحطو الفوق غير باش يدخل لي الزيت برك، ها هكذا. دوك انا نغطيها ونخليها تخمر، اذا البرد البو بروندغ ساعه، واذا ماشي تدخل في بروندغ موا، نحطوها دو اكوتي دون سورس دو شالور. داكوغ، هذا المكان شوفو كيفاش تجي، ما هي معجونه ما والو. دوك انا نغطيها ونخليها تخمر ونولي لكم بعد. شوفو راهي الله يبارك، شوفو كيفاش خمرت. انا نورمالمون ما نسحقش الفرينه، دي غير شويه باش نقلبها هنا، هذا مكان جيسبر فرينه. سمحوا لي بانك سكر غلاس، نجي شويه اخطاء على المباشر. تو سكر غلاس، ها زين عرفت لا تيكستور. بسم الله نقلب عجينتي، بسم الله يا ربي. ها هي شوف، شوفوا كيفاش راهي شابه، نزيد نكبر لكم. شوف ولي تخمرت مليح هكذا. انا واش ندير لاجينتي، نلمها برك هكا في بعضها، ما ندير لها والو غير هكذا هكذا هكذا. هذا سي دي غاز، انا خرجت لها لي غاز. دوكا نقسمها على زوج هكذا باش نديرو ان شاء الله زوج خبزات. انا شوفوا خنوريكم كيفاش نخدمها، نحل هكذا. تحبوا تحل باردون، تحبوا تحلوا بيديكم ولا تحلوا بالحلال. تحبوا تخدموا هكذا بالحلال ولا نخدموا بيديكم كيما حبيتوا. داكور هكذا حنديروا لها لا ميم شوز كو لاباط فيتي، واحدة، زوج. هذا نطور سامبل في لاباط فيتي، نعيدولو زيد، واحدة، زوج. نخليها نسيي ندير لها لو بولاج، ندخل مع بعضها هكذا. نوليوها مليح، خليها دو كوتي دو طابق كي نكملو الاخرى هكذا. شوفو راني ندخل تحتو هكذا، نزيد نولي لهادي ونعمل لها لا ميم شوز. تحبو بالحلال ولا بيدكم، شي لازم حلال. يعني غير ندير في يدي، ما نديرش فيها هي، مانيش حابه كاع نزيد لها الفرينة هكذا. نجيبو الوغ، نجيبو هادو لي صاك لي نطيبو فيهم الدجاج تاع الفوق. لا تحطو في صاشيات صغار، قسمو العجينة على ثلاثة. داكوغ، نجيب صحيح.
يسقموها في الغسل مليح هكا. زيد الاخرى نجيب خبزتي كيف كيف سي نحطها مليح في الوسط هكا هوني درتهم في السنيوه نجيب الموس نديرهم هكذا شقر هكذا حلوهم هكذا شقوها مليحه بون انا نسيت الفالي ندير الفرينه قبل معليش نجي نرش فيها فرينه ونخليوها تخمر الوغ نزيد نجي هنا نديرها فرينه ديرو بلا فارين كومبليت من الفوق ديرو ماشي بروبليم نجي نعاود نشقها بالموس شقه مليحه هكذا ما تضيو الموس ولا ديرو بلا لامجيلات ونجي نربط الساشي تاعي لو كان خليوها تخمر ومن بعد ندخلوها خليهم انا يخمروا كي يخمروا لي مليح نعاود نولي لكم نتلاقاو من بعد شوفوا خبزنا بعد ما طاب دوكا نحيه من الساشي ونولي لكم الوغ شوفوا خبزنا كي طاب كيفاش جانا شوفوا شوفوا الخفه Et je vous dis pas l'odeur, surtout la farine complète a une odeur spéciale. Je vous remercie de votre chouette. Inch'Allah, Rabbi, le wasfa, t'ajoubkoum ou t'dirouha. T'insaounich, bien sûr, des likes, des commentaires. Partagez la vidéo. Ahibboukoum fillah.